سائل يقول أعمل في محل بيع وصيانة أجهزة الكمبيوتر ويشتري الأجهزة أناس كثيرون، فمنهم من يستخدمه استخدام طيب ومنهم من يستخدمه في سماع الأغاني وأفلام، هل علينا في ذلك شيء؟ إذا كان الأدوات هذه تستعمل في المباح تستعمل في غير المباح أن تبيعها، إلا إذا عرفت إن هذا اللي يشري منك يبي يستعملها في الحرام لا تبع عليه، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. أما إذا لم تعلم وهي تستعمل للخير وتستعمل للشر وأنت ما تعلم فأنت تبيعها، لكن إذا علمت إن الذي مشتريها يبي يستعملها للمعصية لا يجوز لك أنك تبيع عليه، أنك تتعاون معه على الإثم والعدوان. نعم.